إدارة هذا الشوط. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، وعلى المقدمة السايح تعود ملكيته لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عملية تضمير لدى عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، بينما المركز الثاني نقلة إلى شمعدان يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات لهجن العاصفة، عملية التضمير لدى سعيد بن سالم، بينما المركز الثالث وصل إلى مجد أيضا من هجن العاصفة، وسعيد بن سالم من يتولى عملية التضمير والتدريب. أما المركز الرابع فننتقل مباشرة إلى الذيبان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عملية التضمير لدى خليفة بن سالم بالصقعة، هو الآن من يتولى عملية تضمير في المركز الرابع. وننتقل مباشرة إلى المركز الخامس حيث يتقدم مرسال لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وبقيادة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يحتل المركز الخامس. المركز السادس ننتقل إلى الواعي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، والمضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري، بينما المركز السابع هناك اللي يتقدم في هذه اللحظات ويسير مشاهدين الأعزاء هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عملية تضميره وتدريبه إلى عبد الله بن ثعيلب الهاجري. والمركز التاسع ننتقل إلى المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المضمر عبيد بن شينان المري. والمركز العاشر ياتينا مفجر تعود ملكيته من هجن العاصفة، والمضمر سعيد بن سالم. هكذا هي النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء للمراكز المتقدمة حتى هذه اللحظات في هذه المشاركة. نعود إلى المراكز الأولى ونعود إلى سيطرة البداية ووضعية المقدمة اللي تتواجد فيها نخبة ونوعية مميزة وأصيلة من هذه الأسماء. نعود إلى البداية وهجن العاصفة، لا زالت تقدم شمعدان في المركز الأول وهو يقود هذه المجاميع ويقود هذه الأسماء القليلة، لكنها النخبة أكيد بلا شك مع سن الإذاع مع بداية هذا الموسم. هنا هجن العاصفة، سعيد بن سالم يتولى عملية تضميرها وتدريبها. أما المركز الثاني أيضا شعار هجن العاصفة، ويأتي مجد أيها الحفل الكريم، عملية التضمير والتدريب تعود إلى المضمر سعيد بن سالم. والمركز الثالث نقل إلى السايح، من يحتل المركز الثالث في هذه اللحظات تعود ملكيته اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز الرابع ننتقل كذلك إلى الواعي، يلا يا الواعي صح معانا، هنا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري، يتواجد على المركز الرابع. والمركز الخامس هناك تسلل مشاهدينا الأعزاء من قبل هملول اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر عبد الله بن ثعيلب الهاجري يحتل الان المركز الخامس. والمركز السادس ننتقل مباشره الى مرسال لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المضمر احمد بن سلطان بن رشيد السويدي يتواجد على سادس المراكز، بينما المركز السابع بدا التقدم الان من مفجر لهجن العاصفه، المضمر هنا ياتي سعيد بن سالم. والمركز المركز الثامن هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتواجد في عملية تضميره وتدريبه، ياتي عبيد بن شينان المري ليقدم لنا هذه الأسماء حتى هذه اللحظات. هذه الأسماء اللي ذكرناها لحضراتكم في هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، أسماء متقدمة ولا زالت ساعة الشوط تسير في هذا الشوط، وحائرة بين هذه الأسماء بين هذه المشاركات، بينما هجن العاصفة سيكون لها الحظ الأوفر مع وجود ثلاثية أو ثنائية على مقدمة الشوط بقيادة شمعدان على المركز الأول. لا زال يسير مشاهدين الكرام ويتقدم بهذا التقدم الفنان هجن العاصفة، يليه هناك في المركز الثاني مجد أيضا كذلك لهجن العاصفة، المضمر ياتينا سعيد بن سالم ليقدم لنا كذلك
هذه النوعيات وهذا الأداء الجميل. المركز الثالث السايح قريب منهم بدأ يقترب مشاهدينا الأعزاء ويتسلل إلى المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عملية التضمير التدريب عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. المركز الرابع هناك تقدم من قبل هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والمضمر عبد الله بن ثعيلب الهايري حيث يقدم لنا هملول في المركز الرابع. هذه الرباعية بدأت الآن السرعة تزيد، بدأت السرعة تزيد مع لائحة الألف ومئتين على خط النهاية. أما المركز الخامس يأتي مفجر من هجن العاصفة يأتي ليحتل المركز الخامس. المركز السادس هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يأتي مرسال بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد في هذا اللقاء. لكننا نعود إلى المركز الأول لالتقاء نقطة البداية ونقطة التحدي مع هذه الأسماء اللي شاركت، هذه الأسماء اللي تقدمت. يا سلوم الله، بدأ في الطيران شام عدان، لكن هناك محاولات من السايح ومحاولات من مجد في المركزين الثاني والثالث. بينما الصدارة محافظ عليها محافظة كاملة شام عدان من بداية الانطلاق هذه السلالة الشاهينية، بينما مجد يحتل المركز الثاني أيضا من هجن العاصفة. هذا الثنائي مجد الآن يتسلل، أيها الحفل الكريم، ينتزع المركز الأول ويطير إلى صدارة هذا الشوط. ها هو مجد أيها الحفل الكريم على الصدارة على القمة بعد تبادل المراكز بينه وبين شام عدان، ليحمل نفس الشعار، ليحمل نفس الهموم، ليحمل نفس الأفراح دائما في التقدم والانطلاقات القوية والانشراح. ها هو أمامكم مجد يتقدم بكل تقدم وبكل تحدي وبكل خطة ثابتة إلى صدارة الشوط. ها هو مجد أمام الجماهير وأمام المتابعين. المركز الثاني شام عدان هجن العاصفة، المركز الثالث سايح اسمه شيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، بينما تهانينا والناموس لهجن العاصفة ومالك سيدي اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز المجد بالمركز الأول وانتصاره في هذا الشوط، حيث النقطة الثالثة يضيف هذا الشعار في هذا المساء تهانينا والناموس. المركز الثاني السايح اسمه لهجن العاصفة، المركز الثالث السايح اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، مرسال في المركز الرابع اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وخامسا ياتينا مشاهدي الاعزاء مفجر من هجن العاصفة. هكذا كانت النتيجة لمجريات وناموس هذا الشوط مشاهدينا الاعزاء حيث المراكز المتقدمة. ونعود لنتابع التوقيت الزمني في انطلاقة هذا الشوط. التوقيت الزمني هو مشاهدينا الكرام للمركز الاول 7:52 أربع أجزاء من الثانية. تانينا والناموس لهجن العاصفة وإلى المضمر سعيد بن سالم، حيث نشوف ونتابع المركز الثاني 7:55 بالوفاء هو هجن العاصفة كذلك، حيث قدمت لنا شمع دان في المركز الثاني. والمركز الثالث السايح اسمه الشيخ رايد بن حمدان رايد المكتوم، مضمرة عتيج بن سالم بالعرطي 7:55 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس.